السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من حوار المساء. عنوان حلقة اليوم من البرنامج: منع المدنيين من العودة إلى مناطقهم وتساؤلات عن كيفية إجراء الانتخابات. وسيكون معنا في هذه الحلقة دكتور نزار السامرأي، الكاتب والمحلل السياسي عبر سكايب من عمان، وأيضا الدكتور رحيم الكبيسي، الباحث والخبير القانوني من عمان أيضا ولكن عبر الهاتف. مشاهدينا فاصل ونعود. أفادت مصادر صحفية وسكان محليون في منطقة دواليبة في قضايا أبو غريب غربية بغداد أن آمر اللواء 55 في الجيش الحكومي قام بمنع 20 عائلة من العودة إلى بيوتهم في قرية العزم من ضمن 170 عائلة، صدر أمر رسمي بالسماح لها بالعودة. وأكد هؤلاء السكان أن القوات الحكومية لم تبرر للمتضررين سبب رفضها عودة النازحين إلى مناطقهم، مشيرين إلى أن جميع هذه العائلات قد دققت ملفاتهم من قبل لجنة حكومية مشكلة من قيادة العمليات المشتركة. الموضوع هنا ليس بجديد، فمسلسل منع العائلات المهجرة من مناطقها بسبب الحرب الدائرة في العراق من العودة إليها حتى بعد انتهاء القتال بها هو أمر تكرر كثيرا لأسباب منها ما هو معلوم وهناك أسباب مجهولة. مشاهدينا الكرام، نبدأ ملف اليوم، الملف الأول من حوار المساء. ارحب بالدكتور نزار السامرائي، الكاتب والمحلل السياسي، وايضا الدكتور رحيم الكبيسي. اهلا بضيفي الكريمين. ابدا معك دكتور نزار، بدايه نبدا من قرار مجلس محافظه بابل القاضي بمنع الاف العوائل النازحه من جرف الصخر من العوده الى مناطقهم. ما مبررات اتخاذ مثل هكذا قرار؟ تحيه لك ولضيفك الكريم. حياك الله. يا سيدي، لا توجد سلطه واضحة المعالم يمكن أن تؤدي دورها بشكل يطبق القانون، أصلاً لعدم وجود قانون. ودولتنا في الوقت الحاضر للأسف الشديد دولة سلطات مختلفة متصادمة متنازعة على كل شيء. أنا في ظني أن القضاء لا وجود له، وأن مجلس القضاء لا يستطيع أن يفرض رأيه على السلطة العسكرية، وإلا ما هو واجب أمر اللواء فيما يتعلق بهذه القضية بالذات؟ لماذا يتخذ قرار ويمنع كثيرا من العائلات من العودة إلى سكنهم السابق؟ هل هذه القضية مناطة به؟ أنا أظن أن واجبه لا يتعدى حفظ الأمن، وحفظ الأمن فيما يتعلق بالعائلات التي عليها مؤشرات فهو ليس من واجب السلطة العسكرية وإنما من واجب سلطات أخرى يمكن أن تناط بها. على العموم هذا يعكس واقعا مريرا يعيشه العراق، ويؤشر أيضا بأن موضوع عدم السماح لعائلات كثيرة كمحافظة ديالى ومدينة جرف الصخر وإصدار قرارات تعتبر بمثابة تجريم لكل من يدعو إلى عودة سكان هذه المناطق، هذا بحد ذاته يعتبر اجتزاء لطبيعة الحقوق الإنسانية وتعدي عليها. وأظن أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مطالبة بأن تبدي رأيا بشأن هذه القضية. طيب، التي لم تتوقف عند حد إجراءات وإنما أرادت أن تكمم الأفواه وتمنع إبداء الرأي بأي شكل من الأشكال. دكتور، مجلس محافظة بابل عندما قرر منع آلاف العوائل النازحة من جرف الصخر إلى العودة إلى مناطقهم، الأسباب هي دائما تكون طبعا خاصة بعد قدوم تنظيم إلى العراق الارتباط بتنظيم الدولة. إلى أي مدى سيستمر أو ستستمر هذه الذريعة بإبعاد الناس عن مناطقهم وعن منازلهم بهذه الذريعة؟ طيب، إن كان الموضوع أن هؤلاء مرتبطين أو مرتبطون بتنظيم الدولة، لماذا فقط يتخذ بحقهم إجراء الإبعاد عن المناطق؟ يعني المفترض أنه إذا كانت هذه التقارير الحكومية دقيقة وصحيحة، فما يفعل بمناصري التنظيم أو الذين ينضمون للتنظيم في ساحات القتال في الموصل وغيرها أكبر دليل على نوعية التعامل مع هكذا أشخاص. يبدو لي أن هذه السلطات ومجلس محافظة بابل أو السلطات الملحقة به، إن كانت له سلطات ملحقة به، كانوا يبحثون عن أي مبرر لتفريغ هذه المنطقة التي صدر قرار بتفريغها قبل أن يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية داعش. ويبدو أن هذا الهدف لو لم يكن موجودا لأوجدته هذه الميليشيات التابعة لإيران وقاسم سليماني، لأن هنالك
محاولة قديمة جدا لبسط السيطرة على هذه المنطقة، وهنالك مناطق أخرى على ما قالت بعض عضوات مجلس النواب الحالي في بغداد. أنا في ظني أن الأمر إن كان له صلة فعلا بتنظيم الدولة داعش فينبغي أن يساق هؤلاء إلى القضاء لنيل عقوبتهم أو جزائهم العادل، وليس الاكتفاء بإبعادهم. حسنا، أبعدناهم من هذه المنطقة، ماذا يمكن أن يفعلوا في المناطق التي يتواجدون فيها حاليا؟ نعم وماذا يمكن أن تفعل بهم السلطات الأمنية الموجودة في المناطق التي يتواجدون فيها؟ هل يمكن أن يكون أحد قد فكر بمصير هؤلاء بأنهم منبوذون وأنهم لا يسمح لهم في أي مجتمع داخل سلطة الاحتلالين نعم الإيراني والأمريكي؟ أنا في ظني أن هذه قضية إنسانية وحقوقية عادلة، لا يمكن أن تمرر بقرارات من هنا وهناك، وينبغي أن تتخذ إجراءات على مستويات عليا نعم لإنصافهم وإقرار حقوقهم المدنية والإنسانية والقانونية، لأن هذا التعسف، التعسف بكل معنى الكلمة باستخدام الحق والباطل ضدهم، هو جزء من عملية إفراغ مناطق سكانية بكاملها من نعم سكانها لإحلال سكان بدلاء عنهم ضمن خطة التغيير الديموغرافي تسعى إلى فرض واقع سكاني جديد في هذه المناطق. سأعود إليك بعد قليل دكتور نزار، أنتقل للدكتور رحيم الكبيسي الباحث والخبير القانوني. أهلا بك من جديد دكتور رحيم. بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عبرت عن قلقها من قرار مجلس محافظة بابل القاضي بمنع عائلات أو عوائل جرف الصخر من العودة إلى مناطقهم مرة أخرى. هل تكتفي الأمم المتحدة بهذا القلق إن صح التعبير، أم أن لديها المقدرة القانونية على التدخل لإيقاف هكذا قرارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمشاهدي قناتكم الكرام ولضيفك الكريم. مع كل الأسف يعني كأن البعثة في الأمم المتحدة تمالئ ما يجري في العراق. يجب أن نعرف أن العراق لا زال تحت الفصل السابع، وبالتالي قرارات مجلس الأمن تكون ملزمة لي 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 فبإمكان هذه الهيئة أن تخاطب مجلس الأمن مباشرة ولا تشعر بالقلق، وإنما تخاطب مجلس الأمن لكي يصدر قرارا يلزم الحكومة العراقية، ومن خلال الحكومة العراقية مجالس المحافظات ومجلس محافظة بابل، بأن لا يتصرف خارج إطار القانون وخارج إطار الدستور أو خارج إطار قرارات مجلس الأمن. يعني مع كل الأسف في الدستور الصريح في المادة 37 عندما يتحدث عن حرية الإنسان وكرامته مصونة، هذه الصيانة لحرية الإنسان وكرامته تفرض على الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والتطهير الديني، لكن مع كل الأسف التطهير الآن هو الذي يجري ليس في ناحية جرف الصخر فقط، وإنما في كثير من المدن التي تحررت كما يقولون من الإرهاب ومن داعش. فالمنطق أن يمكن هؤلاء من العودة إلى 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 ديارهم وتعويضهم نتيجة الحرمان ونتيجة النزوع ونتيجة التهجير القسري، لأنه النص حتى النص الدستوري يشير إلى أن يحظر كل نهج يتبنى التطهير الطائفي، وهم بهذا التصرف يمارسون عملية التطهير الطائفي. يعني دكتور عبد الرحيم، ألا يشاهد المجتمع الدولي الآن أن هناك اختراقا لقراراته وللقوانين الدولية والإنسانية القاضية باحترام حقوق الإنسان والحفاظ على أرواح المدنيين وغيرها التي اخترقتها أو تعدت عليها الحكومة الحالية بالسياسات المتبعة سواء كانت العسكرية منها أو السياسية حتى؟ يجب أن نعرف أن أكثر من حكومة موجودة وأكثر من سلطة قرار موجودة في العراق. الامتداد الإيراني يلعب دور، الأمريكان يلعبون دور، الميليشيات التي سميت بأنها ميليشيات وقحة تلعب دور فهي خارج إطار القانون، وبالتالي لا تستطيع الحكومة العراقية بالنص عندما يقول رئيس الوزراء أن هناك أكثر من 100 فصيل لديهم مقرات معينة ولديهم سلاح، وتعجز الحكومة العراقية على فرض إرادتها بل فرض إرادة القانون عليها.
عندما تتكون مثل هذه المعطيات ما على الأمم المتحدة إلا أن تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن لكي تصدر قرارات نافذة بحق هؤلاء الذين يرفضون تطبيق القانون. لكن مع كل الأسف الغرب منافق، وأنت تعرف الآن ما يسمى بالتحالف الدولي، أكثر من 62 دولة تمارس عملية القصف العشوائي على المدن، قبل ذلك في الأنبار ثم في صلاح الدين ثم في ديالى وأخيرا في الموصل والآن في الأعفر. يعني مواجهة عشرات من ما يسمى داعش وغير داعش، لا يمكن أن تجيش هذه القوة الضاربة وتقصف ليلة نهار، ومع ذلك أنت تسمع كثير من الوزراء واليوم وزير الدفاع والخارجية كلهم يحجون إلى بغداد وكأن يريدون جزء من هذه الكيكة في مستقبل الأيام. نعم. على حساب شعب العراق وعلى حساب ما يعانيه العراقيون من نزوح وتهجير، وبالتالي لا قبل للشعب العراقي إلا أن يقاوم هذا الأمر، ولا قبل إلى أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى لكي يخلص من هذا الذي يجري في العراق. سأعود إليك بعد قليل دكتور رحيم. دكتور نزار، أعود إليك مرة ثانية. ذكر دكتور رحيم الكبيسي نقطة، وهي أنه الوضع الذي يمر به العراق الآن يدعو المجتمع الدولي لعقد جلسات طارئة من أجل مناقشة أوضاع العراق بشكل عام. لماذا يراد للعراق دائما أن يظل الملف العراقي أو القضية العراقية سواء كانت العسكرية منها أو الإنسانية هي قضية مغيبة عن المشهد الدولي؟ لماذا يجب أن يظل العراق في الظل بعيدا عن النور الذي يجب أن يعلن للعالم أن هناك أمور تحدث إنسانية، اختراقات وانتهاكات إنسانية، وكذلك للقانون الدولي أيضا كذلك بالنسبة للأمور العسكرية والأمنية؟ يا سيدي، علينا أن نعرف كيفية تعامل المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة وأمينها العام الجديد. قبل عدة أيام قام التحالف العربي بقصف منطقة يتواجد فيها الحوثيون، وربما حصل خطأ في هذه الضربة ووقع بعض عناصر الدروع البشرية التي يستخدمها الحوثيون في حربهم، وأقيمت ضجة دولية يقودها الأمين العام وتقارير الأمم المتحدة عن سرق حقوق الإنسان والاعتداء على المدنيين في اليمن. أنا أقول ممكن أن يكون قد سقط عن طريق الخطأ 10 أو 20 أو أقل من ذلك أو أكثر، ولكن ألا يعرف هذا الأمين العام الجديد الذي جاء إلى منصبه محملا أو معبئا بكثير من الآمال من قبل الشعوب بأن العراق يتعرض يوما إلى قتل بالآلاف ربما؟ ما يحصل الآن في تل عفر هي معركة إبادة جماعية، ما يحصل في المدن الأخرى عملية إبادة جماعية لسكانها. هل يعرف بأن المتحدث باسم من الحشد الشعبي كان قد قال بأن العائلات التي بقيت في مدينة الأقفر لا يزيدون عن 30,000، وقال بأن هؤلاء هم عائلات أو أفراد عائلات 2000 من عناصر داعش؟ نعم. الذين حصلوا على البقاء في هذه المنطقة. هل يعقل بأن يكون 30,000 هم عائلات 2000 مقاتل إن صحت هذه الأرقام؟ أنا في ظني أن أكثر من 200,000 مواطن ما زالوا في تل عفر ويقتلون أمام مرأة ومسمع المجتمع الدولي، وخاصة أن من يقوم بهذه الضربات هو التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا لم يكلف الأمين العام جهوده ونفسه بأن يدين الضربات الجوية التي كانت قد اعترفت بها الأمم المتحدة؟ هل يكفي الاعتراف بالجريمة أن يعفى المجرم عن فعلته؟ أنا في واقع الحال أضع تساؤلات أمام الرأي العام. لو أن الصحافة الأمريكية قد تولت عملية نقل ما جزء مما يجري في الساحة العراقية، ربما كانت تقوم ضجة يمكن أن تحرج إدارة ترامب والإدارة الأمريكية، ويمكن أن تحرج الأمم المتحدة، ولكن لأنهم شركاء في هذه الجريمة فلا أحد يتكلم. وإلا أيضا أريد أن أقول، هل يعقل بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة يخرق بهذا الشكل من قبل مجلس محافظة بابل، وتخرج علينا متحدثة باسمه وتقول بأن كل من
يدعو كل من يدعو، نعم كل من نعم يدعو إلى عودة سكان جرف الصخر إلى مناطقهم، فسوف يحال بتهمة التواطؤ، وربما يساق بتهمة 4 إرهاب التي تقع رأسه تحت المقصلة. هل هذا يمكن أن يحصل في بدايات الألفية الثالثة؟ أين العالم؟ العالم نائم يعني عما يجري في بهذه العراق النقطة تأسف دكتور التي شديد. حضرتك تفضلت بها، البعثة الأممية في العراق قالت بأنه قرار المحافظة والتصريح الذي خرج الآن من حضرتك كما تفضلت من النائب عن محافظة مجلس محافظة بابل هو لتخويف أي سياسي يحاول أن يحسن الأوضاع في محافظة بابل وموضوع جرف الصخر، ناحية جرف الصخر تحديدا. هذا التخويف، الأسلوب الميليشياوي متبع في ليس فقط لدى الميليشيات، حتى لدى السياسيين الآن. أحد البرلمانيين قال بأنه لا نستطيع أن نصوت على قوانين ضد الحشد أو غيره لأنه سيحدث لنا تهديد مباشر وعلني حتى في قبة البرلمان. هذا الأسلوب، أسلوب الميليشيات الذي يتبعه حتى السياسيون الآن في العراق، إلى أين سيسير بالعراق؟ إلى أين سيسير بالدولة العراقية؟ يا سيدي، أسوأ أنواع الإرهاب في العالم هو إرهاب الدول، حينما الدولة تتحول إلى ميليشيا أو تتحول إلى مافيا فإن إرهابها، والذي يقع تحت مظلة الحماية الرسمية ويمكن أن تدافع عنه الدولة أمام المنظمات العالمية، هذا هو أسوأ أنواع الإرهاب الذي شهده العراق. ولماذا يمكن أن نتهم هذه المنظمة أو تلك بأنها إرهابية إذا كنا نعترف بأنها حركة إرهابية؟ أنا في ظني أن أسوأ ما يمكن أن يتبع هو أن يتعرض الذين يفترض أن يتمتعون بالحصانة البرلمانية إلى هذا القمع الفكري. هذا قمع سياسي فكري تمارسه الدولة وتمارسها ميليشياتها. وإلا هل يمكن أن نفترض بأن ممثلا عن مكون أو ممثل عن الشعب لا يستطيع أن يعبر عن رأيه حتى داخل قبة البرلمان؟ هل يمكن أن أفترض بأن الأمم المتحدة تحاول أن تبرر للمتحدث باسم مجلس محافظة بابل هذه الخطيئة وليس الخطأ، ويقول بأنها أرادت أن تخوف؟ إذن التبرير هو أسوأ من الجرم نفسه. هذه جرائم بحق الإنسانية وجرائم حرب موصوفة تنالها ربما لائحة حقوق الإنسان، وربما تنالها أيضا لائحة محكمة جنايات الحرب الدولية. سأعود لك بعد قليل دكتور نزار، انتقل للدكتور رحيم الكبيسي. دكتور، النائب نواف الغريري وصف قرار مجلس محافظة بابل بالمجحف وغير القانوني، هل ما يحدث في العراق بشكل عام هي أمور قانونية وغير مجحفة؟ يعني الـ 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 أصبحنا مع كل الأسف لو ركزنا على الجوانب القانونية والدستورية كأننا أعطينا القانون إجازة في ما يجري في العراق، لأنه النص الدستوري صريح، لا يجوز تن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور. يعني أنت الآن قرار إداري، قرار مجلس المحافظة بمثابة قرار إداري، وهذا القرار يتقاطع مع القانون ويتقاطع مع الدستور، ويرفض من يدافع، شوف، يرفض من يدافع عن هؤلاء النازحين لكي يعودوا إلى أماكنهم، ويهدد مقاضاتهم قانونيا. يعني كأنه هؤلاء الذين لا يعرفون أن حق التقاضي حق دستوري، وحق التقاضي هذا حق كفلته كل مواثيق حقوق الإنسان، بل حتى المادة 19 من الدستور ثالثا تنص التقاضي حق مفهوم ومكفول للجميع، وحق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. يعني هؤلاء حتى نوع من التخفيف، خليني أعطيك معلومة ربما يعرفها الكثير. عندما طلب من العبادي الدكتور اياد علاوي وعشيرة الجنابيين الموجودة في جرف الصخر، والشيخ وعدان الجنابي الذي رشح لكي يكون رئيسا لمجلس النواب خلال فترة التصالح، ما التصالح إذا تتذكرون، إصلاح العملية السياسية. قال له بالنص، خلينا نعيد هؤلاء لكي نبدي صفحة جديدة من التصالح الوطني. قال له الأمر ليس بيدنا وإنما بيد الحشد،
وعندما ذهب إلى الحشد قالوا ليس الأمر بيدنا، وإنما شكلنا لجنة للذهاب إلى إيران، وإيران ترفض هذه العودة. شوف انتبه، إيران ترفض هذه العودة. إذن من يحقق في عودة النازحين ليست الحكومة العراقية، وإنما الإيرانيون امتدادات الإيرانيين داخل العراق مع كل الأسف. وبالتالي لا قبل لمن تضرر من النازحين إلا أن يرفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن هذه جرائم ضد الإنسانية. وبالتالي عندما تكون هناك تواقيع عديدة، وهذه التواقيع إلى ممثل الأمم المتحدة بالعراق وإلى المحكمة الجنائية الدولية، بالرغم من أن العراق لم يوقع على قانون المحكمة الجنائية الدولية سنة 1998، لكن أما وقد كان الأمر انتهاك صريح لكل قواعد القانون الدولي، انتهاك صريح لكل حقوق الإنسان، لا قبل إلا التفتيش عن مخرج قانوني لكي يحاسب. يعني دكتور رحيم، عفوا، حضرتك باحث وخبير قانوني، بهذه النقطة عندما العراق يكون غير موقع على محكمة الجنايات الدولية أو الانضمام إليها، وبالتالي لا يتبع قضية الملاحقات القانونية لبعض الأفراد والشخصيات، كيف يمكن أن تتدخل المحكمة الجنائية الدولية من أجل التنفيذ أو تطبيق العقوبات على المنتهكين للقانون الدولي الموجودين في العراق؟ ما هي الآلية المتبعة أو الوسيلة التي يجب أن تتبع؟ السودان لم يوقع، ومع ذلك صدر قرار بإلقاء القبض على الرئيس السوداني، وهو رئيس في الحكم، ما زال يمارس عمله من الناحية العملية. لأنه هذه الجرائم عندما تصل إلى هذه الحالة، تحريك الدعوة إما من خلال مجلس الأمن أو من خلال المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، العراق لا زال تحت الفصل السابع، مجلس الأمن يمكن يدعى إلى جلسة طارئة لبحث الوضع في العراق، لبحث وضع النازحين والمهجرين وعدم إعادتهم إلى أماكنهم، عند ذلك يطلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية محاسبة هؤلاء الذين يرتكبون هذه الجرائم في العراق. سأعود إليك بعد قليل دكتور رحيم. أنتقل للدكتور نزار السامرائي مرة ثانية. في بداية حديثك دكتور نزار تحدثت عن قضية التغيير الديمغرافي الذي يتبع الآن في العراق، مرحلة التغيير الديمغرافي التي تنتهجها بعض مجالس المحافظات بالإضافة إلى الميليشيات وحتى القوات الحكومية، ما مستقبلها وأيضا ما انعكاسها على الواقع العراقي بشكل عام؟ لا شك أن هنالك خطة محكمة من قبل قاسم سليماني مدعوما بسلطة الولي الفقيه وبرضا أو صمت كناية عن الرضا من قبل حكومة حيدر العبادي. أنا لا يمكن أن أفترض بأن حكومة حيدر العبادي بعيدة عن الموافقة على هذه السياسات المعتمدة، لأن هدفها الأساسي إحداث تغيير ديموغرافي في معظم مدن العراق السنية، لأن هنالك الملايين من الأفغان والإيرانيين والباكستانيين الذين جاءوا إلى العراق في مناسبات كثيرة، حتى حطموا الحدود ودخلوا إلى العراق بصورة غير قانونية، فينبغي أن يتم إسكانهم في مكان ما من داخل العراق. ماذا يمكن أن يحصل إذا ما تم تهجير هؤلاء السكان العراقيون من هذه المنطقة؟ أنا أظن أن إحلال الأجانب محلهم هو الخطوة التالية، لأن هذه المناطق تحت طائلة ممرات إلى سوريا أو ممرات إلى ما يسمى بالعتبات المقدسة، هو ضمانة لتواجد إيران في الساحة العراقية، لأن الساحة العراقية تشكل ساحة طموح إيراني منذ الأيام الأولى لوصول الخميني إلى السلطة، وقال بأن طريق القدس في بداية الحرب يمر عبر كربلاء، ثم حوله إلى طريق القدس يمر عبر بغداد. إذن الهدف هو بغداد وكربلاء كناية عن كل المدن العراقية. دكتور، ما مستقبل من نزحوا وهجروا الآن؟ يعني الاتيان بأفراد وجماعات جديدة لتسكن أو تستوطن في هذه المناطق، ولكن ماذا عن السكان الأصليين؟ ما هو مصيرهم؟ إلى أين يمكن أن يتجهوا؟ يا سيدي، هؤلاء أظن أنهم أصبحوا ضحية من يسمي نفسه ممثلو المكون السني في مجلس النواب وفي العملية السياسية الفاسدة. هؤلاء
لا يستطيعون أن يدافعوا عن مكونهم ولا يستطيعون أن يدافعوا حتى عن أبناء عشيرتهم. وبالتالي هؤلاء لو كانت لديهم غيرة وطنية وغيرة على مدنهم وعشائرهم لاستقالوا من كل عملية سياسية ونبذوها وحملوا أطرافها الرئيسيين من التحالف الشيعي بأنهم وراء أزمات العراق، لأن أزمات العراق لا تتوقف عند هذا الحد، وإنما هنالك أزمات متناسلة متراكبة مع بعضها البعض، ليس أقلها الفساد وانعدام الأمن والأزمة المعيشية الاقتصادية وأزمة التعليم وأزمة الخدمات الطبية نعم، إلى غير ذلك مما يعيشه العراق. سأعود لك بعد قليل دكتور نزار. أنتقل للدكتور رحيم الكبيسي مرة ثانية. دكتور رحيم، منطقة دواليبة في قضاء أبو غريب بعد حصول 170 عائلة على الموافقة للعودة إلى مناطقها، قام آمر اللواء 55 بمنع 20 عائلة من العودة على الرغم من خضوعهم للتدقيق من قيادة العمليات المشتركة، وأيضا على الرغم من عدم وجود أي ملاحظة على ملفاتهم، إلا أنهم منعوا من الدخول. القرار والسلطة في العراق بيد من؟ يعني الآن يتخذ أمر اللواء 55 القرار على الرغم من أن قيادة العمليات المشتركة قالت بأن هذه العوائل ليست عليها أي ملاحظات قانونية، ومع هذا منع 20 عائلة منهم من الدخول. يعني يتحكمون على أي أساس؟ يعني مع كل الأسف احنا أصبحت السيطرات مجال للتكسب. كل من يتولى موقعا وظيفيا مدنيا او عسكريا يستطيع ان يفرض رؤاه، وبالتالي هذه التراتبيه المعروفه في لغه القرارات عندما يصدر القرار من اعلى ما على الحلقات الادنى الا تنفيذ ما يصدر من اعلى، لكن حقيقه الامر نحن لسنا امام وضع قانوني سليم حتى، وبالتالي يستطيع هذا الشخص الذي يكنى بمسؤوليه معينه ان يفرض دخول هذا ويمنع ذاك، لانه لا رقابه ولا حق قانوني لاحد، وبالتالي التوسل او التكسب، اما التوسل بمن بيده القرار او ان يدفع بلغه العراقيين دفاتر لكي يمكن من العوده الى مكانه. هذا هجر، عندما هجر الى وترك مسكنه وذهب الى خيمه في الصحراء يفترس الارض ويلتحم السماء اما وقد وضعت الحرب اوزارها، فيجب ان يمكن من العوده ويعوض، لا ان يدخل الى هذه الحاسبات وانت عليك اسم مشابه واسم غير مشابه. العراقيون في هذه المحافظات التي نقبت خصوصا بعد 2014 الى يومنا هذا يعانون الامرين، حتى الذين عادوا، البعض منهم الذي عاد وجد مسكنه محروقا او مهدما او مسروقا، وبالتالي عليه ان يعيد الكرة مره اخرى لكي يبدا سنوات عديده لكي يمارس حياه طبيعيه، واشك انه يستطيع ان يمارس حياه طبيعيه في هذه الحاله. المسؤوليه مسؤوليه السلطه التشريعيه مجلس النواب، ومع كل الاسف هؤلاء الذين يدعون انهم يدافعون او يمثلون مكونا ما بين قوسين، هؤلاء هم سبب الخراب وهم الذين سلموا او ساهموا بتسليم هذه المدن وساهموا بالتهجير والذروع، وهؤلاء مره اخرى المحاسبه عليهم قبل ان تكون المحاسبه على السلطه المركزيه. سأعود الى ضيفي الكريمين بعد قليل. مشاهدينا الكرام، نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيل سات وعلى تردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايسات على التردد 12380 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. في المحور الثاني وهو مرتبط بشكل كبير جدا في محورنا الأول، النائب أحمد المساري تحدث عن الانتخابات القادمة وتساءل عن كيفية إجراء هذه الانتخابات في ظل وجود ملايين النازحين خارج مناطقهم. أبدأ معك دكتور رحيم مرة أخرى بهذا الملف، كيف يمكن أن تجرى الانتخابات في ظل وجود ملايين المهجرين خارج مناطقهم؟ ألا يعتبر ذلك إن جرت الانتخابات بأنه أمر مخترق للقانون وللدستور كذلك؟ بالتأكيد. يعني أنا أولا قبل أن أجيب على مدى سلامة العملية الانتخابية، هؤلاء الذين يخرجون علينا باستمرار وكيف تجرى الانتخابات والنازحون هم سبب كل المآسي، بالعكس هم يريدون أن تجرى الانتخابات في ظل هذه المجموعات لكي يكون الكتلة الانتخابية كتلة صغيرة، ويقولون أن العملية الانتخابية جرت في جو ديمقراطي، وبالتالي يبقى هؤلاء في أماكنهم، في أماكنهم يبقى هؤلاء الذين يدعون أنهم ممثلو هذه المحافظة أو تلك. اثنين، الأصل أن العملية الانتخابية تجرى في جو هادئ ومستقر، وبالتالي يمكن الناخب والمرشح يمكن من عرض مشروعه للجماهير وماذا يحتاج الجمهور، لكي يختار هذا الجمهور من هو أهل وكفء لكي يمثله في مجلس النواب. في كل دول العالم هكذا، لكن العملية السياسية في العراق منذ 2003 أو قل من 2006 مع بدء الدورة الأولى من الانتخابات 2006 و2010 و2014 جرت على أساس المحاصصة، وبالتالي هذه المحاصصة كل محافظة لها عدد، وكل مكون له عدد معين، فلا تغيير جوهري أبدا في كل ما يجب، لا تغيير جوهري، نفس الوجوه بالرغم من تغيير البرقع الآن أنت تسمع تتشظى هذه الكيانات إلى كيانات صغيرة، وهذه الكيانات الصغيرة تعرض نفسها مرة، والكل الغريب الكل يدعي الوطنية ويدعي محاربة الفساد، وكأن الفساد هو عند النازحين، وكأن المحاصصة هي عند الفقراء في هذه الحالة. هؤلاء ألفوا الفساد، وبالتالي المواطن من الآن أقولها بصراحة، إذا ما جرت الانتخابات على المواطنين وخصوصا في المحافظات التي عدت الويلات ألا تنتخبوا أي شخص في العملية السياسية من 2003. هذه الوجوه اضربوها بكل قوة بكل ما أوتيتم، وانتخبوا إذا انتخبوا غير الحرامي غير الفاسد. طيب، ابن الحمولة المعروف المهني الذي يستطيع أن يوفر لكم رغيف الخبز. سأعود إليك بعد قليل دكتور رحيم. دكتور نزار السامرائي، حتى في هذا الدستور الحالي المؤسس للتقسيم وللطائفية وللتحزب والعراق وغيرها، ألا يفترض للعراقي أن يحصل على تعداد سكاني، أن يكون هناك تعداد سكاني في العراق لكي يثبت هذه القوميات وهذه الطوائف وغيرها؟ يعني أيضا الانتخابات مرتبطة بقضية التعداد السكاني في العراق، لماذا لا يحدث هناك تعداد سكاني للعراق لكي يتم معرفة فعلا الأرقام الحقيقية للتعداد السكاني حتى بالنسبة للطوائف إذا صح التعبير؟ هؤلاء لا يريدون معرفة الحقيقة لا بالانتخابات ولا فيما يتعلق بالتعداد السكاني ولا بأي شيء من الأشياء السياسية والقانونية والاجتماعية. نتحدث وكأن الحكومة والعملية السياسية جاءت فعلا بإفرازات عملية انتخابية حرة. ماذا يمكن أن أتوقع من كل الانتخابات التي جرت منذ عام 2005 وحتى الآن؟ هل جرت انتخابات عادلة؟ أم أن الانتخابات كانت عرضة للمال السياسي وضغوط الميليشيات والفتوى الدينية وإفرازات عنصر مغيب عن هذه الانتخابات بقوة السلاح أو بقوة أخرى اسمها الإغراء المالي؟ أنا في ظني أن ما يجري في هذه الانتخابات أو الانتخابات السابقة سواء جرت أو لم تجري لن تفرز حتى بحضور هؤلاء المهجرين والنازحين إلى مناطق سكنهم، وحتى إذا أجري التعداد السكاني فليس أبسط من خطة ما ستنفذها الميليشيات والحكومة لإحداث التغيير السكاني على وفق أو أرقام التغيير السكاني على وفق ما تراه مناسبا لها. سيدخل في قائمة التعداد الملايين من الأفغان والباكستانيين
وغيرهم من الذين والإيرانيين الذين دخلوا إلى العراق بصورة غير مشروعة. أنا أعتقد بأن هذه الأحداث لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن ترتبط بموضوع السكان والمهجرين وغيرهم سواء كانوا في مناطقهم. لقد جرت الانتخابات السابقة وهؤلاء في مناطقهم، ماذا حصل؟ هل حصلنا على نتائج حقيقية وتم اعتمادها في تشكيل حكومة؟ نحن نعرف بأنه إن أردنا أن نأخذ بجانب من نتائج هذه الانتخابات بأن عام 2010 شهد فوزا لقائمة ما، ولكن النتائج كانت على خلاف ما أراده هؤلاء، استحوذ على الحكم فريق آخر. وحتى عندما تم الحديث عن إسقاط حكومة نور المالكي تمت صفقات وتم الضغوط ودخلت إيران على الخط. إذن يا سيدي الأمر لا يتعلق بعودة المهجرين ولا يتعلق بالتعداد السكاني، وإنما يتعلق بجوهر العملية السياسية الفاسدة الذي إن لم يصلح فلا مجال للحديث عن حرية إبداء رأي في الانتخابات أو انتخابات حرة نزيهة طالما أن الفتوى الدينية وقاسم سليماني موجود في العراق. هناك عنصر جديد سيدخل إلى الانتخابات الحالية على الرغم أنه ربما كان موجود في الانتخابات التي مضت ولكن بشكل غير صريح وغير مباشر، الميليشيات. قادة الحشد الشعبي، ميليشيات الحشد الشعبي والفصائل المنضوية ضمن هذا التشكيل أعلنوا عن دخولهم في العملية السياسية بشكل صريح ومباشر، وبالتالي الآن هناك مرحلة جديدة هي مرحلة استلام هذه الميليشيات بعناوينها الرسمية للسلطة. كيف ترى المرحلة القادمة في حال تسلمت هذه الميليشيات مقاعد في البرلمان أو وزارات بشكل رسمي دكتور نزار؟ تم عبر قرار مجلس النواب الذي أو التشريع الذي أصدره مجلس النواب تحت الضغوط والتخويف لكثير من أعضائه، تم تقنين وضع ميليشيا الحشد الشعبي واعتبارها مؤسسة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، ولا في واقع الحال لا يملك من أمرها شيئا. وأنا في ظني أن هذه الميليشيات تحاول جهد الإمكان أن تتحول إلى حزب أو حركة سياسية منظمة وتخوض الانتخابات على هذا الأساس لكي تقول بأنها فازت بأغلبية الأصوات أو في غالبية الأصوات في مناطق محددة، وبالتالي هي المعبر الحقيقي عن رأي جمهور في عدة محافظات، وبالتالي تمتلك الأغلبية وليس ولا يحق لهذا الحزب أو ذاك ضمن التحالف الشيعي الحاكم أن ينفرد بقوله بأنه هو الذي يمثل الجميع. أنا أظن أن هذه الميليشيات تحاول أن تستأثر بواقع عسكري أمني تريد أن تجيره لصالحها تحت زعم بأنها هي التي حققت الانتصار، كما قالت أطراف أخرى في ظروف مختلفة بأن الدم هو الذي يصنع الحدود ويرسم حدود السياسة. أنا أعتقد جازما بأن الميليشيات عن طريق هذا التهديد تحاول أن تردع الآخرين وتقول لهم نحن موجودون شئتم أم أبيتم، وأننا نستطيع أن نؤثر في المشهد السياسي إن لم تستجيبوا لنا من دون أن نتشكل كفريق أو قائمة انتخابية، وإلا فإننا حاضرون لمثل هذه الدور مثل هذا الدور. سأعود إليك بعد قليل دكتور نزار. أنتقل للدكتور رحيم الكويسي. دكتور رحيم، أحد المتابعين للشن العراقي يتساءل، يعني ألا يكفي العراق ميليشيات لكي يمسكوا بالسلطة؟ هم يفعلون الأمور الخارجة عن القانون وتضاف عليها الصبغة القانونية سواء بفرض القوة، قوة السلاح بالتهديد، أو حتى عن طريق المال والرشا. الآن إن أمسكوا بالسلطة وأصبحوا داخل البرلمان وداخل العملية السياسية بالوزارات وغيرها وأصبح القانون معهم أكثر من السابق، يعني ما الذي يمكن أن يفعلوه أكثر من ما هم عليه الآن؟ الغريب يعني حتى لو افترضنا جدلا أن هذا القانون الذي مرر تحت التهديد واعتبر هيئة الحشد الشعبي تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، المادة الثامنة المادة التاسعة صريحة، لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وأفرادها وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أي دوائر أو منظمات تابعة لها
الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال. طيب هذا النص يمنع هؤلاء، يمنع مجموعات الحشد التي تقاتل الآن أن تدخل في العملية السياسية، لأنهم تابعين للقوات المسلحة، تابعين للقائد العام للقوات المسلحة، فلا يحق لهم. لكن هم يريدون الآن، لدينا جناح عسكري ولدينا جناح سياسي، الجناح السياسي هم يفرضون رؤاهم على رئيس الوزراء وعلى السلطة التشريعية، وبالتالي لا قبل للآخرين إلا الموافقة على ما يقررون وما يريدون مع كل الأسف. لكن حتى لو طبقوا نصوص الدستور صراحة لا يحق لهؤلاء الاشتراك في العملية السياسية، فهم بعيدون كل البعد عن الاشتراك في هذه العملية السياسية والعملية الانتخابية والترشح إلى مناصب سيادية في مستقبل الأيام. لكن أين من يفرض هذه اللغة القانونية عليهم؟ لا 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 يوجد. السلطة القضائية ضعيفة، السلطة التنفيذية تخاف منهم، عن قعقعة السلاح، من بيده القوة من بيده السلاح. الحالة الوحيدة التي يمكن إكراههم فيها وهو المحتل الأمريكي الذي بدأ الآن يتواجد في قواعد عسكرية عديدة وصلت إلى ما بين 8 إلى 11 قاعدة عسكرية، وهناك أكثر من 50 إلى 60 ألف عسكري متواجدين في هذه القواعد، بضمنهم من متواجد داخل السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء. هؤلاء يستطيعون أن يفرضوا عدم تواجد هذه الميليشيات في العملية الانتخابية القادمة. دكتور رحيم، باختصار شديد رجاء، النائب أحمد المساري قال بأنه مجلس النواب سيحل خلال شهر نيسان من العام المقبل في حال تأجيل الانتخابات، هل ترى هناك أطراف تسعى إلى تأجيل الانتخابات؟ تأجيل الانتخابات مو بس هذا، تأجيل الانتخابات حقيقة الأمر هو قرار بالدرجة الأولى للشارع العراقي، يعني لأنه لا بد من حكومة طوارئ، المجلس النواب، وقف العمل بالدستور، حكومة مهنية خلال فترة سنتين، فترة انتقالية، وبعد السنتين يعود قدر من الاستقرار في هذه الحالة، عند ذلك ربما تكون الانتخابات قدر معين، وبالتالي يستطيع الفرد العراقي أن يتنفس نوعا ما مما موجود يعني. شكرا جزيلا الدكتور رحيم الكبيسي الباحث والخبير القانوني، كنت معنا من عمان. عود فيما تبقى من وقت للدكتور نزار السمرائي. دكتور، حكومة طوارئ، حكومة رفضها المالكي، إن شكلت، إن افترضنا أنها ستشكل، من ستشكل تحديدا؟ هذا مطلب أمريكي إلى حد ما، وليس مطلب أطراف عراقية، وإن كانت أطراف عراقية كثيرة تدعو إليه، ولكن إن تشكلت هذه الحكومة فربما تتشكل من عدد من عسكريين وسياسيين غير محسوبين على الأحزاب الدينية الحالية الحاكمة أو الأحزاب الحاكمة بكاملها، وسيكونون إلى حد ما بعيدين عن العملية السياسية الراهنة. نعم. كي يقال بأن وجوها جديدة جاءت لتحكم ولتقضي على الفساد، ولكن أظن أن الأمر سيان، وربما لن يتغير شيء ما لم تكن هنالك إرادة شعبية بتغيير العملية السياسية برمتها، ابتداء من تغيير الدستور. نعم. وإلغاء المحاصصة والبدء بخطة للبدء من نقطة الصفر لانطلاق عملية سياسية جديدة. الدكتور نزار السامرائي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا، وأكرر الشكر للدكتور رحيم الكبيسي الباحث والخبير القانوني، كان معنا من عمان عبر الهاتف، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى، إلى اللقاء.